كما أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتغير المناخي محمود محي الدين، أكد أن ضعف الوعي بتهديدات التغير المناخي من شأنه أن يعرقل التنفيذ الفعال للعمل المناخي، مشيرا إلى أهمية رفع الوعي بقضايا المناخ. جاء ذلك خلال مشاركة محي الدين في الجلسة الافتتاحية ليوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ. مبادرة لوتس تركز على العديد من التحديات، ولكننا نتحدث مع الأمر بشكل مهم جدا. إن توسيع نطاق المشروعات، ويجب أن يكون هناك نظام بيئي يتم دعمه، وأيضا نعمل على التعامل مع نظام النقل والمواصلات الغير رسمي، ونستهدف تقليل الانبعاثات. وأيضا لدينا تقليل الانبعاثات، وهي من الأهداف والهدف رقم 13 في التنمية المستدامة. كذلك أيضا بناء القدرات وتحقيق أطر سياسية تتعامل مع الدول منخفضة متوسط الدخل، وهذا يتعامل مع قضية ليس فقط قضية البنية التحتية المعقدة، ولكن قضية البشر الذين يستخدمون هذه الأدوات الخاصة بالبنية التحتية. هذا ما وددنا إلقاء الضوء عليه حين نتحدث مع توطين مع كل الحلول. ولهذا فإننا نتطلب المزيد من التمويلات السخية للتعامل مع هذا الأمر، ولوتس تحتاج المزيد من التمويل لتحقيق الأصول الخاصة بالانتقالات والطفرات المرجوة. و في تم إضافة حوالي 40 كيلومتر من طرق النقل، وهذا عمل رائع، ولكن نحتاج أن نوسع نوع هذا العمل. ما نوع التمويل الذي نحتاجه؟ من هناك التمويل العام، وسواء من خلال الضرائب أو من خلال الاقتراض من الخارج حتى نقوم بتمويل هذه الأنشطة. وهذا يذكرني بالجزء الأخير، نظام التمويل المتاح. هذا النظام ليس عادل ولا يتمتع بالكفاءة في نفس الوقت، ونحتاج أن نغير هذا الأمر. من العظيم أن نرى ممثلين للدول الصغيرة والاقتصاديات الناشئة، وكذلك الدول التي تنتمي لمجموعة G7 وG20 التي تملك الكمية الكبيرة من التمويلات والبنوك الكبرى. إذن نحن نحتاج أن يكون هناك تغييرا كبيرا، وأن نصل إلى على الأكثر لواحد في المائة. إذا ما استدنا من الخارج بتكلفة 0%، فإن هذا سيعني أن هناك معدل فائدة كبير ومعدل سعر صرف كبير، وهذا سوف يؤثر بشكل كبير. وبالتالي يتم الاقتراض بنسبة 3 أو 4%، وإذا ما تم الاقتراض بشكل تجاري فتكون النسبة من 12 إلى 14%، وهذا ليس عدلا. نحن نطالب بمنحة على مدة 10 سنوات، ويكون هناك فترة سماح، ويكون هناك متوسط ربح 1%.